اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في الاهلي الليله. ونورني وشرفني النجم المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكره بنادي المقاولون العرب. نور الدنيا يا باشمهندس. اهلا بيك، ده نورك يا كابتن، واهلا بقناه النادي الاهلي والاهلي والاهلاويه. دايما ربنا يوفقهم ويكرمهم دايما ويحققوا طموحاتهم. بيتك ونتشرف بيك. اهلا بيكم. خليني اخدك سؤال كده الاول بقى، قول، عشان نتكلم على كل حاجه. احنا بقى الدنيا يعني مفيش اسئله مخصصه يعني. حضرتك خبره كبيره جدا في المقاولين العرب، مشرف على قطاع الكره فتره كبيره جدا ما شاء الله، شفت فريق الكره قدامك، شفت مدربين بيروحوا بيجوا، شايف الدوري المصري ازاي؟ شايف الاسباب اللي ممكن تخلي مدرب يبقى نجمه عالي قوي واداؤه مش عالي قوي، والعكس؟ شايف الدنيا ازاي من خلال خبراتك الكبيره جدا؟ والله انت عايز الصراحه، اتفضل. ومن الخبرات في هذا المجال، اهم من الكفاءات الفنيه هي الاداره ونجاح الاداره العليا الاول في توفير وسائل وسبل الراحه للجميع. اكيد. نمره اتنين، يمكن انا باكد دايما على النواحي النفسيه للاعب المصري. انا طبعا ما احتكتش بالخارج، لكن انا بعتبر ان النواحي النفسيه للاعب المصري مهمه جدا ومراعاتها من المدرب المدير الفني بغض النظر المتواجد. عن حجم المتواجد. تمام. من النقط المهمه جدا النهارده موضوع القياسات. القياسات والاحصائيات اللي بتحصل، بدا النهارده العالم يتطور في هذا المجال. اكيد. ففي مدربين بدأت تستعين بهذا الكلام، فبتقدر تقدر الاساليب العلميه الجديده. الاساليب العلميه غير يعني ميدو ممكن يتدرب غير عادل. أكيد. غير فلان. أكيد. يعني وهكذا. أكيد. فدي برضو بتساعد على نفس الميتاليتي بتاعت اللعيبه، عقليات اللعيبه مهمه جدا. يعني بس بقى فيها تطور. يعني الحقيقه في تطور في اللاعبين، لكن برضو في اهم حاجه في هذا المديرين بتوع قطاع الناشئين. يعني انا بركز يمكن على قطاعات الناشئين للاسف، مع احترامي يمكن انا حاطط مواصفات معينه. اتكلمت كتير جدا في النقطه دي يا باشمهندس. نعم، اتكلمت كتير جدا في النقطه دي. صدقني يا كابتن ميدو، مهمه جدا. احنا لا نهتم، وما اعتقدش يعني، وانا للاسف انا واحد لا نهتم باختيار نوعيه قطاع مدربي قطاع الناشئين. دي حقيقه. لان في عوامل نفسيه كتير بتتربى في نفس الولد وهو صغير. انا يمكن اتكلمت عن مثالة اللاعبين، لكن لما تشوف قطاع الناشئين انا بحاول النهارده اوفر لهم وسائل نفسيه وراحه، بحاول، لكن يمكن الزحمه كتير، لكن عايزها شغل كتير. ده هو ده اللي بيوصل مثالة الفريق الاول يا باشمهندس. حضرتك بتتكلم لان انت بتفاجئ النهارده ان الولد جاي عنده الموهبه، لكن في عنده حاجات كتير ناقصه ما بتقدرش للاسف انك تلحقه فيها لما بيطلع في السن الكبير. بالظبط. وممكن الولد انه يبقى لما يطلع للفريق الكبير والاعلام الزياده بتاع تتغير سلوكياته تماما. لكن انت لو مؤسسه صح. أكيد. في هذا المجال. اكيد. الحقيقه نقاط كثيره جدا بنحاول، يعني احنا بنعملها في نادي المقاولين العرب. يعني يمكن على سبيل انت يمكن شفت احنا جايبين اجهزه للعيبه، يمكن احنا والاهلي تقريبا بس ومنتخب مصر. كويس. يعني لازم النهارده الاهتمام بهذا الكلام. زائد بقى يعني مهم ان اللاعب نفسه شخصياته يكون عنده الطموح، عنده الاراده، ونغرس فيه الاراده. نرجع لقطاع الناشئين تاني. نرجع لقطاع الناشئين تاني. يعني قطاع الناشئين بنهتم اهتمام كبير بالمسابقات وبتاع. انا اتحداك، انا في قطاع الناشئين بقى لهم مسجلين بال40 واحد. ليه؟ اقنعني. ده السؤال الاهم بقى يا باشمهندس. اتفضل. ان انا كمدرب في قطاع الناشئين لما بختار 40 واحد ببقى طاير من الفرحه ان انا اخترتهم، واقول لا ما ينفعش افرط في ولا واحد منهم، لان لو فرطت فيها يبقى موهبه كبيره جدا بعد كده. ما بلاقيش من ال40 واحد دول اتنين بعد 3-4 سنين. الله ينور حضرتك. وده هنا بقى ارجع بيه للادارات الانديه بقى. وانا واحد من الناس اللي بيقول انا كان عندي السنه اللي فاتت 40، السنه دي قلت 25. السنه الجايه في اسلوب تاني هوصل بيه لهذا العدد. لان النهارده انا بفكر تفكير تاني خالص، لان بقت استثمار. انا هاخد الموهوبين فقط في كل عمر. بالزبط. والباقي يكمله بفلوس. بالظبط. وبقولها يمكن هو لاول مره بقول هذا التصريح من قناتكم، مش هسمح ابدا ان الناس قاعده بتتدرب عندي وتقعد بالاربع والخمس سنين تدريب ومصاريف وبتاع في الاخر ما لقاهاش. لا،
واختيار الموهوبين هيكون بلجنه سباعيه من المدربين اللي انا هنتقيهم. لو انت اهتميت بهذا القطاع وبامكانياته كويس هتقدر تفرخ، مش عايز حاجه، تفرخ مجموعات كبيره بالظبط. شوف المقاولين العرب بيجي له كام ناشئ، شوف الاهلي بيجي له كام ناشئ، وشوف الزمالك بيجي له كام ناشئ. للاسف بنروح نشتري لعيبه ثروات ثروات، وبعدين واللاعب المصري اتفضل مقصر ده انا اسف وفي الاخر بتلاقيهم زي ما انت بتقول كل 3 4 سنين ما طلع 2 3 مين قال كده بالظبط؟ ما هو ده دليل دليل انا اسف في فشل كل حاجه بتخص قطاع الناشئين. انا يمكن هذا الموضوع اللي شاغلني جدا وبدور على ثوره في هذا القطاع. لقيت ان لان مش هتيجي غير يمكن زي اللي انا بقوله، ويمكن انديه هتبتدي تعمل بيه. اللي عايز يلعب كوره يلعب بفلوسه، انا اتمنى المواهب فقط. طب استاذ حضرتك اقول لك برضه رايي، لان حضرتك بتتكلم في حاجه انا نفسي تطبق في مصر. لان احنا عندنا مواهب بيجوا لك بتراب الفلوس، بيدفعوا فلوس عشان يدخلوا الانديه، وللاسف بيمشوا مفيش خالص ونرجع نجيبهم تاني، او بنجيب لعيبه محترفين. الاهم من كده يا باشمهندس من وجهه نظري، الاهم من كده ان انا اهتم بالعنصر اللي بينتقي اللاعبين، بالعنصر اللي بيمرن هؤلاء اللاعبين، ازود له راتبه، احافظ عليه جدا. أيوة. جدا احسسه ان هو مدرب ذو قيمه، احسسه ان انا النتائج مش فارقه معايا تماما، على ان انت تديني لعيبه عارفه بتعمل ايه، ليها شخصيه في الملعب، عندها قوه اراده، عندها قوه استحمال، يعرف يعني ايه كره القدم، عارف يعني ايه تكتيك، عارف يعني ايه مرونه تدريبيه، عارف 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 عارف. وده الاهم والاهم قبل الاداره، المدرب المنتقى من قبل الاداره. يعني انا بايدك مليون المية في الكلام اللي انت قلته كله، ويمكن انا عايز اقف عنده واكمل عليه. اتفضل. احنا تعودنا كلنا كادارات مع احترامي ان مدرب قطاع الناشئين ده 2000 جنيه 1000 جنيه بالظبط. انا ببص النظره بقت النظره دي، خلي بال حضرتك دي متوارثه بالظبط. يعني ان مدرب قطاع الناشئين بالظبط. طب ليه ده؟ بالعكس، ده مدرب قطاع الناشئين ده اللي بيجدلي نشئ لازم اهتم بيه، هو اللي يدي لك الذهب في الاخر بالظبط. ده انا عامل النهارده يعني تحفيز لقطاع الناشئين ان ياخدوا، لو هياخدوا دورات الخارج ان مجموعات تطلع بره لو اهتمينا. بس للاسف احنا بنقول الكلام ده كله يا كابتن ميدو، وبعدين بترجع الامور. لا بس نجري. حضرتك معايا، مع حضرتك معايا، وربنا يديلك طولة العمر. حضرتك معايا ومسؤول ومسؤول بقوه كمان في أنا هذا اكبر قطاعات الناشئين في مصر. هذا الموضوع انا واخده تحدي لعمل نموذج جديد ان شاء الله برتب له من السنه دي للسنه الجايه نموذج جديد لقطاع الناشئين يريح الجميع ويخلي زي ما انت قلت. انا عايز مدرب قطاع الناشئين ده حس ان هو ده اللي بيطلع القلق بالظبط، وده اللي بيجليها، فلازم يبقى مرتاح. مش جاي يشتغل عندي ساعتين بالزبط. ورايح بعد شويه يشتغل ساعتين ورايح، عشان يعرف، خلي بالك عشان يعرف يعيش. يبقى لازم رؤيتي انا تختلف بالظبط، ان الراجل ده عشان يبقى متفرغ لي ويديني اللي انا عايزه لازم اشعر كراجل مسؤول ان مرتبه بيكفي بيته وحياته الاسريه ان شاء الله. كمان اللعيب الناشئ لما بيبص المدرب بتاعه وهو شايفه اصلا، انت شايف المدربين عندنا في قطاع الناشئين للاسف، يعني للاسف يعني زي ما حضرتك بتقول، هو بيشتغل عشان يعيش، غير ان هو بيشتغل عشان يبدع، غير ان هو لاقي تامين كويس جدا ليه، لاقي نقدره قوي، عارف ان هو بيعمل حاجه غير ان انا عايز اكسب وخلاص بالزبط. اجيب لعيبه بقى مزوره، احاول اجيب لعيبه تكسب وخلاص، مش عارف اعمل ايه. لكن انا كمدرب عايز ابدع، عايز اعلم اللعيبه كويس قوي، عايز اخلي نواه ان هو يطلع زي ما حضرتك بتقول عنده منتاليتي ان هو يبقى لعيب يليق باسم كبير زي نادي المقاولين، زي نادي الاهلي، زي نادي الزمالك، زي 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 كابتن ميدو. ناس كتير لما كنت بقول ليهم مدربين كبار تعالوا امسكوا قطاع ناشئين، وجهه نظري اللي هي بقولها لك دي اللي انا مقتنع بيها، هم مش مقتنعين، يبقى عايز يدرب الفريق الاول عشان الاضواء. يا جماعه الحقيقه ان احنا لازم ننتقي زي ما تفضلت حضرتك مدرب قطاع الناشئين، وانا اهتم بيه وانا اعتني بيه، ونهتم بقى بالناشئين وانا اعتني بيهم بالظبط المطلوبه بالزبط. مصر مليانه لقلق كتير، مليانه، لكن بتختفي زي ما بنقول. والله مليانه يا باشمهندس. انا اتعاملت في قطاعات ناشئين في انبي، وتشرفت انا اتعاملت مع قطاعات ناشئين في نادي المقاولين وبتروجيت، مليانه لقلق فعلا، مليانه. لكن عدم الاهتمام، مفيش اهتمام بالمدرب، لان المدرب هو الاساس، هو الاساس بالظبط. انا بشوف مدرب إذا أنت أهملت المدرب، ما هي السلسلة هتجر معاك ومش هتاخد نتيجة بس كويسة، بس خلاص خلص الموضوع. فلازم كلنا كوجهة نظر أندية، أتمنى إن احنا تختلف وجهة نظرنا
لمدربي قطاعات الناشئين انهم يستحقوا هذا الكلام. والله يا ريت، انا اتبنى التجربه بتاعتك ان شاء الله. ان شاء الله نوايلك يعني يا رب. تعال نرجع للنتائج الجميله اللي محققها نادي المقاولين مع عماد النحاس، المركز ما شاء الله المركز الخامس. نرجع برضو للسؤال، عماد النحاس عمل ايه مع الفريق؟ هم العناصر اللي كانت شغاله مع كابتن علاء نبيل كنا شايفين اداء كويس قوي، لكن ما كانش فيه نتائج مع كابتن علاء نبيل في الاخر، ما كانش فيه الاداء قال شويه كمان ما فيش نتائج. ساعات بتزعل ان في مدرب حضرتك انت يعني عايزه ينجح لكن هو الظروف مش مساعداه. حصلت مع كم مدرب مثلا؟ شوف انا هحكي لك في عالم الكوره بقى، ما انا بقالي اكتر من 20 سنه اشرب بس و40 سنه كنت بلعب. ربنا يديك دكتور. لكن لما تيجي تشوف هذا الكلام، الكوره فيها حاجه برضو يعني مش عايز فيها نسبه كبيره قوي من التوفيق بتاع ربنا. توفيق كابتن علاء لم يحالفه التوفيق في بعض المباريات، وبالتالي بتعمل احباط لدى اللاعبين. وليه هو كمان؟ وليه هو؟ اكيد يعني ليه هو في شغله. في شغله بالظبط، عمال بيعمل كل حاجه، دخل حاجات كتير وعمل حاجات كتير، وفي الاخر الظروف مش مساعده. انا ده في عالم الكوره دايما بيبقى خلاص عدم التوفيق لابد من التغيير. بالظبط، لان يعني خلاص، لان في الكوره بالذات لازم في الحاله اللي زي كده دي كل الفرص لا في مؤشر بيقول لا لابد من، لان في نرجع بقى نقول الرزق والكلام ده دي حقيقه في هذا العالم بتبقى ظاهر. حتى الكابتن علاء قبل ما يمشي بماتشين كان بيطلب ان هو يمشي انه حاسس ان الدنيا مش ماشيه، مش ماشيه، مفيش توفيق. التغيير بقى عاده بيعمل طفره ثانيه بقى، تغيير بيعمل حاله نفسيه جديده مع اللاعبين. بيجي المدرب الجديد اكيد طبعا له فكر ثاني، اكيد وليه. اكيد خلي بال حضرتك انت ممكن نفس الفرقه واختلاف طريقه اللعب. اكيد اتفق معاك مليون في المية. تعمل نتيجة بالظبط. انا بقول لك ان الكابتن عماد بيلعب بطريقه كانت مختلفه عن طريقه الكابتن علي، اكيد عليه. وبالتالي وبعدين الفوز بيجي فوز. المعالجه النفسيه للي يعني الكابتن عماد طبعا نجح في ان هو طبعا واخد المجموعه عماله بتحبط هي والكابتن بتاعها يعني نفسيا بالظبط. انا نفسي كنت يعني مش شايف، كنت بشوف بالظبط اخر الدوري يعني طب هنطلع ازاي؟ طب هنمشي ازاي؟ طب الماتش الجاي ما في يعني لكن على كابتن عماد النحاس برضو من المدربين الواعدين في مصر، انا بعتبره من الواعدين لانه برضو بيعالج الناحيه النفسيه مع الناحيه الفنيه مع وفي خلال شهر خلي بالك برضو يعني كرم ربنا حاجه ان انت يعني في خمس ماتشات بالظبط. يعني انا كنت متوقع ان الاصلاح ده، بس مش عايز اقول هذا الكلام على مدار بقى ان احنا عمالين طول السنه اكيد، انما ربنا كرم وفي خلال شهر. زائد برضو مش عايز انكر ان الاولاد نفسهم فيهم خامات هائله، فيهم ناس عندها طموحات عايزه تحققها، ودي يمكن ساعدت كابتن عماد النحاس. برضو ما ننساش الفريق اللي مع كابتن عماد، كابتن علاء عبد الغني طبعا ده ابن النادي انت عارف انه اساسا الجهاز الفني في الجهاز الفني، احمد زهران، رامي ربيع، كل دول كانوا برضو من ابناء النادي، واحمد زهران ورامي كل دي. انا بحب فيك اول حته دي بصراحه يا باشمهندس، انت دايما بتجيب الولاد النادي بتديهم دور في النادي لازم. جميل قوي. هو هو هيدي للنادي لكن احيانا ما بتوافقش معاه ما تزعلش اكيد يعني، لكن انت لابد ان انت تبقى حاسس انك تاخد فرصتك. التوفيق وعدم التوفيق دي طبعا اكيد، كنت تلعب كوره كنت هدفنا وبالذات الهدافين نقول يا ده مش ماشيه معاه شويه، لكن وانس انها بتمشي بتبقى فيها فترات كده. فالكابتن عماد برضو ما فيش شك ان هو راجل عنده مميزات كثيره، قدر ان هو يصبخها على الفريق في سرعه فتره قليله جدا، فتره قليله. كنت بتكلم عن اللعيبه لازم اديهم حقهم، اللعيبه عندها في جزء منهم كبير عنده طموحات اكيد، واللاعب اللي يحط طموحات لنفسه ودي نقطه مهمه جدا يا كابتن ميد، اللاعب لازم يبقى عنده نفسه. يعني انا محمد صلاح او الكابتن محمد صلاح النهارده ما بقاش محمد صلاح عشان لا، هو عنده تارجت، تارجت حاطه لنفسه كتير، تارجت كمان عندنا مجموعه من اللاعبين حاطه تارجت لنفسها قدرت تحقق جزء، بتغير الهدف عشان تحقق جزء تاني وهكذا. فالحمد لله ماشيين كويس وقدروا هم برضو
يحسوا بالمسؤوليه كامله وخرجوا الفرقه أكيد. من اللي هي فيه. اكيد كنت كلمت حضرتك في التليفون بعد احد مكاسب عماد النحاس، وكنت قلت لحضرتك اكيد النتائج دي هتطمعك في تارجت جديد لنادي المقاولين. قلت لي لازم، انا لسه كنت بتكلم مع كابتن عماد احنا لازم نقعد عشان ندعم الفريق بصوره احسن، بحيث ان احنا يبقى لينا شكل اقوى في الدوري في ظل هذه الطفره في الاداء وفي كل اشكال الفريق بصراحه. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، وانت اشرت للي المفروض يحصل. يعني انت لما كلمتني كنت دايما بتبارك لي، انت بتقول لي لا فكر في اللي جاي، لان وده لازم يحصل. بدل انت عملت كده، اذا ما حطيتش هي دي نقطه هدف جديد بالزبط. او رؤيه جديده بالزبط. يبقى هتقف زي ما انت ممكن ترجع بالظبط. وبذلك احنا بدات انا وعماد لسه جاي حتى معاه من شويه بندرس اللائحه، ان احنا نحط التارجت بتاعنا نخش المربع الذهبي، بحيث ان الولاد تبقى حاسه ان في تارجت جديد وسقفيه جديده اتحطت لهم. لا احنا خلاص ما مش عايزين نبص، لا هي ليه لا ورا. ليه لا ما نكونش، ليه لا ما نكونش بالظبط كده. ودي لازم يعني كل شويه بالظبط نشتغل عليها بالزبط. يعني لازم بالزبط. لازم، لان احنا برضو بشر وبننسى. لا كل شويه خلاص لا، ويبقى في شيء من الـ من الـ من الشديه وانا بقولها للوصول لهذا الهدف. لازم، لان انا دايما بقول ايه، ليه مقوله بقولها، قسوه الاب حنيه. بالظبط قسوه الاب لازم يحسوا، عشان هم سامعيني كلهم دلوقتي بالظبط، لازم يحسوا ان في شديه في المعامله. لكن اما تاخد ما تلعب هتاخد عينيه، دي حقيقه. لكن تكسل لا، في حساب وحساب شديد. دي حقيقه. يعني في مقوله انا دايما بحطها قدام عينيا انا شخصيا من زمان، ان جو هارد اور جو هوم، جو هارد اور جو هوم. يس يعني صح، لازم فعلا، دي 100%. لازم فعلا في كل واحد في مجال عمله اذا ما اشتغلش بجديه وبقوه بالظبط يقعد في البيت احسن. بالظبط بالظبط. اكيد حضرتك بيبقى ليك رؤيه مختلفه في اختيار المدير الفني لنادي المقاولين العرب. عماد النحاس اخترته بناء عن ايه؟ ولا هو كان مرشح بقوه من احد ايا كان بقى لحضرتك، ولا حضرتك كنت مصر على؟ بص عشان يعني نبقى يعني مرشح لاحد، دي مش يعني مش بالمعنى ده. انا لما خلاص الموقف بقى صعب، كابتن علاء مره واتنين طالب ان هو يمشي، كان لازم ادور حواليا فين القصه ايه، يعني مين من الزملاء. فكنت بحط المدرب اللي عايز طموح، عايز يعمل حاجه جميل قوي. تمام، وهديك مثال، ويعني يسمحوا لي بقى حسن شحاته وعماد النحاس ان نقوله على الهواء. في بعض المدربين بتبحث ورا الماده، معلش ده الناس كلها عارفه كده. وفي بعض المدربين بتبحث عن تاريخ لنقليها. كابتن حسن شحاته بنديله الصحه، لما جبته قعدت معاه في اوائل 2003 قال انا جاي اعمل اخد بطوله، كنا في الدرجه الثانيه فاكر انت حضرتك، وعايز اعمل بطوله مش عارف ايه، تاخد ايه تاخد ايه. حسن قال لا، ما الموضوع ده بعيد عني. لو تتخيل ربنا عمل معاه ايه، انجازات مش طبيعيه، انجازات لا تتخيل. مصر على طول. انا نفس التجربه بتتكرر مع عماد النحاس. يا عماد قال لك لا. انا لما قعدت ادور قعدت، كان في مجموعه قدامي كل واحد ما يمنعش ان انت تقول لي فلان وفي الثاني يقول لي فلان بس انا كان اهم حاجه في اختياري شخصيه تتناسب مع اخلاقيات ومثل المقاولين العرب، لان احنا برضو لنا نظام في اكيد، ودي نقطه بقولها صراحه، شكل لنا شكل معين شكل. في مدربين عظام كتير لكن ما يمشيش، ما يعني ممكن ما يبقاش طباعهم واساليبهم تمشي مع لو عماد، مش هتلاقي ارجل ما شاء الله، ارجل وانضف فشخصيه تتناسب مع المدرب. شخصيه عايزه تعمل حاجه لنفسها بالظبط الاول بالظبط. عماد لما قعد وبعد كده قبل كده طيب كان في عمل ايه؟ عمل ايه عماد؟ فانا شفت لقيت عماد كان عنده شخصيه محترمه جدا، وعمل من اسوان طلع بيها وقعد اول سنه جميل. تاني سنه الظروف ما ساعدتوش لانه ما قدرش، ما انا بدرس كل حلقه قدامي ما قدرش. مسك الشرقيه بعد اربع خمس مدربين في سنه من السنين، السنه اللي قبل اللي فاتت، ولو كان فاضل له ماتش واحد متاخر كان حقق بالبقاء الشرقيه في ده بالظبط. فالحقيقه كان في خياطات. وخلي بالك برضو انت بتبص في الفتره مين المدربين اللي قاعدين عشان ما اظلمش حد من المدربين اللي فبتختار منهم، فبتحط الاسس دي. وبالتالي بتكلم مع المهندس محسن صلاح
رئيس مجلس اداره في كذا في كذا، وبنبتدي نتحرك من هذا المنطلق. لما تكون حضرتك في 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 كرسي الاختيارات بتموت قلبك، ده صح؟ ده اكيد. يعني كرسي الاختيار بتبص للمصلحه العامه باستثناء اي حاجه بقى حد يزعل. هقول لك على حاجه ميدو تعلمناها في المواليد العرب. اتفضل. ان انت لما تحط نظام لوائح لتحفيز الناس تخليها من الهوى القلب. يعني انت عارف يعني تقول ايه؟ بالظبط. مثلا حد مثال بسيط، السواق يعمل 20 نقله 15، يبقى انت خلاص حددت انه لازم يعمل عشان ياخد. تمام. لان الهوى مهما كان، وبالتالي لما تيجي تختار لابد ان الهوى يبعد عن خالص عشان تقدر تنجح وتنجح المكان اللي انت بتجيبه. سبب رئيسي وسبب كبير جدا جدا ان انت تختار عشان تنجح وفعلا تبعد عن الهوى خالص. بالظبط. حضرتك ليك تجارب جميله جدا مع مدربين ليهم طموح زي محمد عوده مثلا. محمد عوده انا حاسس ان انت كنت قلبك بتقطع احساس الشخصي، ومحمد بيخسر ومحمد هيمشي، كنت حاسس عايز تتبنى تجربه جديده في نادي المقاولين. ما فيش شك ان محمد عوده من انا اللي خليته بطل كوره وعينته تاني يوم مدرب في الفريق. انا اول ما رجعت، انا كنت طبعا بعدت فتره الشركه وشغلها ودوشه، رجعت اول ما رجعت جبت عوده مسكته مع كابتن حسن شحاته تاني مره. وكنت فعلا بعد عوده، وما زال هو عوده يعني برضه هو اللي اصر بقى. دي نقطه. تجربه عودة مدرب واعد جدا وناجح جدا، وهيبقى من مدربين الصف الاول خلال فتره زي كابتن عماد واخرين. عودة مدرب على قدر من الفنيات والرقي والحقيقه، لكن برضه جه حس فتره في الاخر قال لي انا جبته على التليفون بعد ما استقال على طول، قال لي لا خلاص انا مش عايز اسبب المهندس محمد عادل احراج اكتر من كده. يعني هو الحقيقه، لكن انا بتمنى له كل التوفيق، وهو حاليا في اهلي بنغازي وربنا موفقه وربنا يوفقه. لكن برضو انا في نقطه مهمه بقى وبرضو عايز اقولها من خلال البرنامج. اتفضل. لان اكيد البرنامج الاهلي والقناه من القنوات المسموعه. اتفضل. مهم جدا برضو ان الناس بتاعت المقاولين العرب تخرج وتتحرك بره المقاولين العرب وترجع. تخرج وتتحرك وترجع. يبقى في خبرات، ما تتنكش قاعد مستني. لا، انا عايزك تطلع وتاخد خبره وتيجي، لان اللي انت هتاخده بره هيعود عليا انا. زي ما كنا بنقول المهندسين بنسمح لهم باجازات تسافر في الخارج بدون مرتب، او بياخد خبره ويجي يضيف لي جديد. بس ساعتها مش مهندس المدرب بيقول ايه؟ لا انا عايز المهندس محمد عادل اللي هو يعني الحيطه اللي بتسند عليها وظهري اللي بتسند عليه يسندني ويساعدني ويقويني ويديني فرص. شغلك. انا ليه بيتي؟ انا ليه بيتي واخرج منه؟ ما انا المهندس محمد عادل يديني فرصه، ممكن ابقى كويس. انا برد عليك مثلا. ايوه انا معاك، انا ما بقولش لا، بس شغلك الاول هو اللي يفرضه عليك. خبراتك. يعني انا لما يبقى عندي مدرب راح وجرب هنا وجرب هنا وجرب هنا، واحد قاعد عندي ما جربش، طب ما هو برضه لما تيجي تختار. يعني انا عندي مجموعه من المدربين اكبر من عوده، لكن قاعدين في النادي. عوده عنده اختبار مثلا، عنده جرب كذا تجربه ونجح في دي وفشل، ما هو مش نجح لا هيبقى على طول هالفشل. خلاص بقى عنده خبرات جديده، لما اجي افاضل بين الاثنين لمصلحه المكان اقول لا، اللي بقت عنده خبرات اكثر هو اللي ودي ما تزعلش. وبرده علشان ندي برده للمدربين اللي هو بيطمح ان حضرتك، زي ما بقول لحضرتك حائط قوي جدا، ان انا الاقي مهندس محمد عادل تسند عليه اكتر من كده. ايه برده انا نتيجه ان انا استنى، لازم برده يبقى في تضحيه. انت خلاص استنى بقى، لكن لو في فرصه لحد تاني طلع وخد خبرات، لا هو اللي هيبقى اولى. بالظبط. هرجع لمحمد صلاح والنني. وليه المهندس محمد عادل بعد محمد صلاح يعني كسر الدنيا ما شاء الله عليه، ربنا يحميه يا رب ويبارك فيه ويبعد عنه الاصابات ويبقى الصوره مشرفه لمصر اكتر واكتر كمان. ليه المهندس محمد عادل ما يحطش بند كده ان اللعيب اللي يعمل لي تارجت احتراف، او اللي يجيب لي تجربه احترافيه، او اللي يجيب لي عقد احتراف، هيبقى ليه فلوس زياده مثلا؟ ده انا عاملها على مستوى المنتخب. عامل كده. ده انا عامل للاعيب اللي لو وصل راح المنتخب الاولمبي او راح المنتخب الكبير، عامل له بادجت زياده في عقده. جميل. تمام؟ جميل. ويعني اقول لك، والخارج انا بقى لسه ما حاطتش دي، لكن انا بعمل ايه؟ بعمل تساهل كبير جدا
في عدم الوقوف قدام طريق بره. جميل قوي جميل عشان قوي. تبقى عارف يعني يعني لا غالي، وبدليل ان انا طلعت كتير الفتره اللي فاتت ومن ضمنهم طاهر طلعته بره يحترف تجربه احترافيه في في فرنسا بدون ما اخد مقابل يساوي. بالعكس انا بشجع هذا، وعندي النهارده عمرو نصر جاي له، عمرو لا عمرو عماد عماد برضه جاي له في الخارج، بقول لهم انا ما عنديش مهنه ست شهور بدون مقابل اعاره لحد ما فبساعد. جميل. حتى لما باجي عشان ابيع واشتري ما بغاليش. جميل. في المراحل الاولانيه. جميل. لا انا برضه انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، تجربه مع محمد صلاح وتجربه انني ما تبصش تحت رجليك. اللي انت كنت تبص للفلوس وانا بقولها للانديه. بالظبط. لا بالزبط. في عوائد كتير ممكن بالزبط. تيجي بالزبط. بعد رحله هذا الكلام. وبالعكس انا صبرت اليوم جدا. ولو سالت انا فاتح باب اسمح لكل حد يجي يقول لي عايز ده اسبوع حاضر، عايز ده 10 ايام حاضر. بالعكس لا اغالي في هذا الموضوع اطلاقا يعني. لكن لا اخفي عليك انا مش عارف حاجه في اللائحه لتحفيز، لكن وارد ليه لا وينط يعني ده شيء ايجابي لحضرتك وليه ايجابي للطرفين. تمام. هبعد شويه عن عدل معلول، هرجع له تاني اكيد طالما حضرتك مشرفني، لكن عايز اخد راي حضرتك في طلب مصر في استضافه كاس الامم الافريقيه القادمه. شايف هذا الطلب هيعود على مصر بالايجاب ولا كنت شايف المفروض يبقى ايه؟ انا كاتب مقاله بكره على هذا الكلام، بقول يلا بينا. تعرضها ولا ايه؟ لا والله ما اعرفش. بقول يلا بينا. افريقيا انا اؤيد جدا وبارحب جدا بان احنا لدينا المقدره والكفاءه ونوري للعالم فين مصر. احنا ممكن نعمل اي حاجه يا باشمهندس. بص نعمل والله العظيم كل شيء ونعمله صح، واحنا عندنا المقدره وعندنا الشباب زي الفل والفنيات زي الفل وعندنا جماهيرنا اللي احنا خايفين منها. انا بقول لا هتبقى اكثر التزاما، لكن بطلب برضه ان القانون يبقى اكثر قوه. لازم اللي يخرج عن القانون لازم. مش عايزين بقى جماعات حمايه المستهلك دي، جماعات حمايه ال معلش انا بتكلم بصحيحوين. انا شفت في باريس بيعملوا ايه في الناس، ما سمعتش بقى جماعات حقوق ال خالص اللي اسمها حقوق الانسان. انا مش عارف حقوق الانسان طلعت هجم في مصر. لازم نتنبه يا جماعه، مش عشان حاجه نتنبه. زي ما انت بتطالب بحق اللي انضرب، طب بحق انا اللي في حلقه عربيتي ايه فين؟ طب ما انا انسان برضو، حق انا اللي اتكسرت محلي فين؟ لا لكن انا عندي ثقه ان احنا نعمل حاجه، وبتمنى فعلا ان احنا نعمل عشان نثبت للعالم كله دلوقتي احنا فين ورايحين فين. بالزبط. عندنا بنيه اساسيه قويه جدا. بالزبط. يعني لو هتتكلم انا بقول لك اهو باعتباري كنت مهندس او ما زلت مهندس في سبت المواليد العرب، دلوقتي عندنا بنيه اساسيه بتتعمل قويه جدا 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 سواء في الطرق او في الكباري او في الاسكان او في الصرف او في الكهرباء. تتخيل انت ما عندكش كهرباء ما قطعتش ثانيه بقالنا قد ايه، وكل فانت عندك والشعب احلى شعب ممكن يعمل، وده اللي هينجح كل وده اللي هينجح البطوله. وانا بناشد المصريين هتلهم البطوله، هتتفرج على احلى بطوله طلعت على مستوى افريقيا. يا رب يا رب والله. يعني عايز اقول لحضرتك، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا ان الشعب والجمهور دايما بيقولوا الناس بره احسن والناس مش عارف ايه، والله ما احسن من هنا، والله الشعب المصري من احسن شعوب العالم، لكن هو قانون بس. هو قانون. اسمح لي اتكلم في النقطه دي دقيقتين برضه. اتفضل. مفيش ربنا خلق، وهقولها يمكن انا قلتها بقى لسه امبارح تاني هكررها، ربنا خلق الصيني والمصري والفرنسي كلنا بشر بناكل ونشرب، يعني لنا طباع وعندنا برضو حب الخطأ حب الخطأ وحب التجاوز الكلام ده كلنا، لكن اللي بيرضع الامور قانون رادع. مصر اتحزمت يا كابتن ميدو في اقل من 3 ساعات يوم ما قالوا الحزام والغرامه قد كده. بالظبط. انا في مدينه نصر بمشي بالليل الساعه 1 أو 2 بالليل والطريق فاضي كويس، والاقي المرور الاشاره واقف. ليه؟ هو مش خايف لان في كاميرات، قالوا ان في كاميرات، فتلاقي نفسك القانون وقانون رادع. قانون هو القانون بس، هو القانون والله، واحنا نمتلك هذا الكلام. وتطبق مره هتلاقي الكل يبتدي يخاف او يخاف على نفسه يخاف على اولاده، دي حقيقة. ونبتدي نلتزم، دي حقيقه.
تعال نشوف مع حضرتك تقرير عن اراء النقاد الرياضيين في استضافه مصر لكاس الامم الافريقيه. طبعا مصر من يمكن مثلا من 4 أو 5 دول على مستوى قاره افريقيا اللي تقدر تنظم حدث زي ده، لازم نحطه في الحسبان ان هي اول بطوله ب 24 فريق. معنى كده ان انت هتحتاج بنيه تحتيه، البنيه التحتيه موجوده من ملاعب موجوده، مطارات موجوده، خبره سابقه في تنظيم بطولات موجوده، كاس امم افريقيا وكمان في 2006 ودوره العاب افريقيه في اول التسعينات وكاس العالم للناشئين 97 وكاس العالم للشباب 2009. وخلال العام القادم باذن الله برضو في بطوله افريقيا المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه، فمصر جاهزه من كل النواحي، هي وجنوب افريقيا والمغرب اعتقد من اكثر الدول اللي عندها بنيه تحتيه كبيره، ودي العامل هيكون مهم جدا. وان شاء الله لو لينا نصيب مصر تنظم البطوله هتكون حاجه ايجابيه كبيره، وهتحل مشاكل كثيره كانت بتواجه تنظيم المسابقات المحليه من نقل مباريات ملاعب والكلام ده كله، قامت مباريات بجمهور وتعود الحياه بشكل طبيعي. فاتمنى اتمنى اتمنى ان البطوله تتلعب في مصر، وبالتاكيد مصر قادره عليها وتنظيمها هيبقى ناجح جدا جدا يعني. اتمنى 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 يا رب ان شاء الله ان احنا ننول شرف تنظيم البطوله. مصر ليها يمكن تجربه كانت مميزه جدا في 2006 سواء في تاريخ تنظيم البطولات او حتى على صعيد الكره المصريه. 2006 كانت بدايه يمكن لعوده الجمهور ودخول الجمهور بفئات مختلفه جدا، هيكون لها مكاسب كبيره جدا لمصر. بالنسبه للتحدي هو طبعا تحدي كبير مع زياده عدد الفرق، لكن اعتقد ان احنا عندنا بنيه تحتيه كويسه جدا، عندنا ملاعب، عندنا حاجات كتير جدا، محتاجين بس ننظم المساله وان يكون في يمكن جديه شويه في تنظيم اكتر للامور. لكن اعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين على التحدي بكافه مؤسسات الدوله هتتضافر، وان شاء الله ان شاء الله تكون البطوله في مصر وتبقى من واحده من انجح البطولات ان شاء الله. انا شايف ان مصر هي الاقدر بتنظيم استضافه كاس الامم الافريقيه 2019، وانا شايف ان مصر ما كانتش جديره بده، ما كانش الاتحاد الافريقي اصر ان مصر تتقدم بالطلب ده في اللحظات الاخيره، خاصه ان البطوله في المستحدثه الجديده دي فرق طبعا اكتر واحتاج ملاعب اكتر. فاعتقد ان مصر قادره على التنظيم ده اقدر من جنوب افريقيا، واعتقد ان مصر هي يعني بنسبه 80% هي اللي هتفوز ببطوله باستضافه بطوله امم افريقيا 2019. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم. منورني ومشرفني المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكره بنادي المكغولون العرب، واحد من اعظم الانديه المصريه. باشمهندس، شايف الدوري العام لغايه دلوقتي شكله ايه؟ وشايف احنا بنتطور سنه على سنه ولا لسه في مكاننا من سنين؟ لا، هو اذا كنت عايز تتكلم على في سلبيات وفي ايجابيات، في سلبيات جت نتجت عن طريق عن الظروف اللي اتحط فيها البطولات المختلفة كتير. تمام. لكن أنا شايف السنة دي إن الدوري قوي جدا بدليل يمكن التأجيلات والكلام ده كله عملت حاجة غريبة. ما بقتش عارف مين اللي هينزل ومين اللي هيقعد. يعني إحنا كنا زي اليومين دول نبقى على الأقل عندنا فرقتين مع نهاية الدور الأولاني، على الأقل في فرقتين معروف إن وفي اتنين أو تلاتة واحد منهم هينزل. بالظبط. النهاردة لا، الفرق الأندية بدأت تتطور وبدأت تعد نفسها كويس، ويمكن متأثرة كتير بالتأجيلات اللي بتحصل، وده يعني قد ما كان فيه ليه ايجابيات ليه سلبيات. لان انت النهارده ما تقدرش تقول في ايه ترتيب اللي بتاعه، لكن انا متاكد انه دوري قوي السنه دي بصراحه. والفرق معظمها يعني انا مش قادر اي فرقتين بيلعبوا بعض تقدرش تجزم مين فيهم اللي هتكسب سواء فوق او تحت. دي حقيقه يعني. قال كده اتفضل. احنا وده نتيجه ان الكل كان من بدايه الموسم بيعد نفسه كويس. نتيجة أخرى برضو إن الفرق اللي طالعة فرق خاصة. يعني الجونة وإف سي مصر وبيراميدز. يعني طالعة عارفة إنها لازم تصرف عشان تقدر توقف، فعلا بتصرف عشان تقدر تقاوم، فما أصبحش اللي طالع نازل. لا، فالنهارده في، لا أنا شايف حرس الحدود حرس الحدود والجونة والنجوم حرس والحدود أو دول. بيراميدز كان موجود كان موجود على الصف اكيد بيراميدز ده في الانديه. فدي برضه عامله شكل يعني ان الفرق اللي طالعه عايزه تقعد مش عايزه تطلع وتنزل. وبالتالي صرفه، لا رغم معلش
نبقى متفقين ان في تأجيرات كتير تأجيرات، لكن في ماتشات كتير حلو ففي لا قوي انا متاكد هيطول، بس ده غصب عننا بقى. ولازم برضو نبقى قانعين كلنا ان يعني ان بيبذل اقصى جهد من لجنه المسابقات اللي براسها المؤتمر عامر المحترم الحاج عامر حسين الحاج عامر، لكن لان الظروف كلها غصب عنه وتدخلات كتير فما اعتقدش ان في ايده يعمل احسن من اللي بيتعمل، انما نتمنى انه برضه يستمر بنفس القوه. باشمهندس حضرتك مستفيد من كله الجماهير او عدم التواجد الجماهيري كنادي المقاولين قبل ما تكون مصلحه عامه، يعني المصلحه العامه اكيد هتقول لا طبعا انا عايز جمهور، لكن نادي المقاولين هل هو مستفيد من عدم التواجد الجماهيري؟ لا بالعكس بالعكس هو الجماهير لا ما نقدر برضه اجيب جماهير يعني ولا يعني هم الجماهير في النهايه بيصفوا على ايه 300 400 واحد بيتكلموا ساعات كمان ساعات كمان لعيبه المقاولين او اي نادي غير جماهيري بياخد من الجماهير دفع معنوي الجماهير ده زي انا بسميها الفيتامينات او المنشطات اللي هي ممنوعه، المنشطات اللي بتديها للعيبه في الملعب بتديله حماس غير طبيعي غير حد يقدر يديله غير الجماهير دي حقيقه حتى زي ما انت قلت دلوقتي جماهير نادي لو بتشجع بتخليه هو يغل في نفسه طب ليه يعني بالزبط. وهكذا فبغض النظر عن ان انا نادي جماهيري او مش جماهيري لا، وبعدين ده الجماهير دي بصراحه هي نبض الكره المصريه. اه احلى ختام احلى ختام احلى ختام، دايما بتشرف بيك ونموذج مشرف فعلا في الرياضه المصريه وحاجه جميله جدا، وان شاء الله نشوف المقاولين بيرتقي للمراكز اللي حضرتك بتتمناها، ونشوف تجربه الناشئين اللي انا دايما بركز عليها وان شاء الله تكون يعني حاجه انفراد من حضرتك في تجربه الناشئين. انا اللي اتشرفت بيك وكنت نجم وانت لاعب، ربنا يخليك، ومازلت نجم وانت اعلامي، ومزيد من التوفيق ان شاء الله، واشكركم جميعا على هذه الاستضافه. تنور الدنيا يا باشمهندس. الله يخليك. ميرسي جدا. شكرا. بعد ما نشوف تقرير عن لجنه المراه بالنادي الاهلي هنطلع فاصل عشان نستقبل النجم كابتن ضياء عبد الصمد نجم الاهلي السابق، فاصل مع تقرير واستنونا. هنتكلم عن التغذية بشكل عام، مش هقول دايت، أنا هتكلم عن لايف ستايل. يعني التغذية بالنسبة لي هي حاجة مش مهمة أنت بتدخلها أن أنت عايز تخس أو تزيد في الوزن، لا هو ده نمط حياة، نمط حياة صحي سواء للشباب للأطفال للأمهات whatever. كل واحد طبعا بيبقى ليه حاجة مخصصة ليه وأفضل حاجة ليه، فاحنا عايزين نتكلم عن المبادئ وعايزين نتكلم عن الأسباب اللي بتوصلنا ان احنا ندخل في مشاكل زي مشاكل السمنة، عايزين نعرف ايه الأخطاء اللي بنقع فيها، عايزين نعرف ايه الأنظمة الغذائية الصحية اللي ممكن من خلالها نفقد الوزن او نستمر على لايف ستايل او نمط حياة صحي. مش هقول المرأة والرجل ده بياكل حاجة وده بياكل حاجة، ولكن انا عايز اقول لك يعني البيزكس او الاساسيات، السعرات الحراريه متوسط السعرات الحراريه اللي بيستهلكها الرجل بتبقى اعلى شويه، تبقى اعلى شويه من المتوسط اللي بتستهلكه المراه لو بنتكلم في حاجه يعني في الافريج في المتوسط. فالتغذيه بتفرق في بعض الحاجات، لكن كمكونات كعناصر لازم تدخل الجسم هي نفس العناصر، لكن السعرات الحراريه بيكون هنا الفرق، لكن مش فرق كبير على فكره، يعني مش ارقام خياليه، انت ممكن تتكلم في 200 300 كالوري هو ده الفرق، مش حاجة، لكن العناصر واحدة. يعني احنا بنتحرك دايما في اطار خطة موضوعة، خطة سنوية بناخد موافقة طبعا رئيس اللجنة العليا للجان الاستاذ المحترم الاستاذ محمد يوسف، وبتعرض على طبعا الادارة، لما بناخد موافقتها بنبتدي بعد كده نشوف احنا هنعمل ايه وهنبتدي بايه وبنطبق الخطة بالفعل. تاني شيء علشان نعمل برضو اي ايفنت بنشوف اراء واحتياجات او الاحتياجات الاساسيه الفعليه لعضوات وهوانم النادي الاهلي في ثلاث فروع. فقمنا باجتماعات يعني متواليه للفروع وعرفنا احتياجاتهم، هي كان من اهم الاحتياجات والرغبات الاساسيه لعضوات النادي، عايزين ورشه عمل خاصه بالتغذيه ومشكلات البشره ومشكلات الشعر وايه التغذيه السليمه، وطبعا حاجات كتير قوي
السيدات كلها واسئله كتير قوي بتسال فيها. فجاء اختيارنا الحقيقه الدكتوره لميس مراد لان هي عالم من اعلام مجالها، وهي الحقيقه نجمه فضائيات برضو الحقيقه، فجت حبا في النادي الاهلي عشان تخدم معانا هوانا من النادي الاهلي. هدفنا في المقام الاول خدمه عيله الاهلي كعيله، الحقيقه بنخدم الزوج والزوجه والاطفال، والتغذيه زي ما حضرتك قلت فعلا مش بس قاصره على سيدات، انما فقط انما على الاسره ككل. النهارده الدكتوره لميس الحقيقه قالت معلومات غايه في الاهميه، وكان في الحضور زي ما حضرتك شفت كده رجال وسيدات واطفال.